فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما دام من يقسم المرجئة إلى أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، مرجئة القدرية، مرجئة جبرية، ومرجئة خالصة، هل هذا التقسيم صحيح؟ الخوارج مرجئة، الخوارج ضد المرجئة، بينهما تضاد. اللي يقول هذا ما يدري، بين فرق بين الخوارج بينهم تضاد واختلاف. لكن المرجئة نعم فرق، منهم الجهمية اللي يقولون الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يصدق، ومنهم الأشاعرة اللي يقولون الإيمان مجرد التصديق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ومنهم الكرامية اللي يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد، يقول الكرامية. ومنهم مرجئة الفقهاء اللي يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل. فالمرجئة أقسام. نعم.